بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله طلابنا الأفاضل وطالباتنا وطالباتنا الفاضلات، أهلا بكم وسهلا في سلسلة دروسنا لهذا المقرر. أهلا وسهلا بكم، ونحن نتطلع إلى سماء وطننا المجيد من بين نخيله الباسقة وخيراته الجليلة، فنبتهل إلى مولانا الكريم أن يحفظ ولاة أمورنا وأن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. وأهلا وسهلا بكم إلى هذا الدرس الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله نافعا ومفيدا. في سلسلة الكفايات اللغوية الجزء السادس في مقاييس نقد الخيال، القسم الثالث مقاييس نقد الشعر، ولدينا الجزء الثالث وهو مقاييس نقد الخيال، عنوان درسنا لهذا اليوم. ابتداء أما المقاييس التي سبقت دراستها من مقاييس نقد الشعر، درستم قسمين أو جزئين من مقاييس نقد الشعر، تتبع عناصر الشعر الأربعة. فما هي عناصر الشعر الأربعة والمقاييس التابعة لها؟ حاول أن تتذكرها. ستجد أنها مقاييس نقد، أو تتذكر أنها مقاييس نقد المعنى، مقاييس نقد العاطفة، مقاييس نقد الخيال، وبقيت لدي مقاييس نقد الخيال سندرسها اليوم إن شاء الله، ويبقى لنا مقاييس نقد الأسلوب. مقاييس نقد المعنى، هذه خريطة للإلمام بالدروس السابقة أو لتنتظم سلسلة الدروس حول مقاييس نقد الشعر. مقاييس نقد المعنى عرفتم أنها من حيث الصحة والخطأ، المعنى هل هو صحيح أو خاطئ، من حيث المعنى هل هو جديد أم قديم تقليدي، من حيث العمق والسطحية. مقاييس نقد العاطفة التي درسناها أيضا هي لها مقياسان، الصدق والكذب والقوة والضعف. مقاييس نقد الخيال التي سندرسها اليوم بإذن الله سنأخذ فيها مقياس من حيث صحة الخيال ومقياس من حيث الصورة الخيالية، إما أن تكون بسيطة وإما أن تكون مركبة، فهذا هو درسنا لهذا اليوم بإذن الله. في محاولة لتنشيط الذاكرة النقدية من الدروس السابقة، ما رأي النقاد أو من نقى النقد الذي وجه إلى هذه الأبيات، أو ما ليس النقد، ما رأيهم في مثل هذه الأبيات؟ ما المقياس الذي أعملوه أو درسته في هذه الأبيات؟ قول المتنبي: لعل عتبك محمود عواقبه، فربما صحت الأجسام بالعلل. المعنى: عتابك مفيد. هل هذا المعنى جديد؟ أن العتاب مفيد معنى تقليدي، فكيف جدد المتنبي حتى يحظى هذا البيت بتقدير النقاد ويرونه بيتا جليلا رغم المعنى التقليدي المألوف أن العتاب مفيد؟ لأنه أضاف إليه شاهدا وتشبيها ضمنيا بطبيعة الحال أو صورة ضمنية، فربما صحت الأجسام بالعلل. الإنسان حينما يمرض يكتسب مناعة، أحيانا المرض يتعبه ولكنه يكسبه مناعة، فيقول عتابك متعب الآن ولكنه محمود العواقب ومفيد. هذا لهذا حظي هذا البيت بتقدير النقاد رغم كون المعنى مألوف. هذا المقياس إذن الذي درسته في الدرس، مقياس المعنى من حيث الجدة والابتكار، أنه معنى غير جديد ولكن الابتكار في تقديم هذا المعنى. أيضا لتنشيط الذاكرة والربط بالدروس السابقة، قول أبي تمام: ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا، إن السماء ترجى حين تحتجب. الخليفة احتجب عن زواره، فيقول أبو تمام: سأظل أرجو هذا، أو ابتعد، يعني لم يأذن لأبي تمام، فقال: هذا أمر جيد، يعني أنظر فيه إلى جانب الأمل والجانب الإيجابي فيه. ويقول أن السماء حين تحتجب فهو مؤذن بالهطول الغزير. فأعجب النقاد بهذا البيت لأنه أضاف معنى أو قدم المعنى المألوف بطريقة مبتكرة بهذا التشبيه الضمني الذي جعل الأمل في الهطول عندما تحتجب السماء.
أيضا من هذا البيت من مقاييس المعنى أيضا، ما رأيك فيه؟ الليل ليل والنهار نهار والأرض فيها الماء والأشجار، ما المقياس الذي أعمله النقاد في هذا البيت؟ هل هو اللفظ؟ هل هو مقياس الخيال مثلا؟ لا، أعمل فيه مقياس المعنى، مقاييس نقد المعنى، مقياس العمق والسطحية. ورأوا أن هذا البيت بيت سطحي لا يحمل معنى، فهو بيت العيب فيه وفق مقياس المعنى من حيث العمق والسطحية. درستم أيضا هذا البيت لمالك بن الري، فما رأي النقاد فيه أو في أي مقياس درست هذا البيت؟ يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكانيا. فما المقياس الذي درسته في تقييم هذا البيت؟ ستتذكر أنه مقياس العاطفة، صدق العاطفة، لأنه قالها في رثاء نفسه، وهو أحد مقاييس الشعر. هذا مرور سريع على مقاييس نقد الشعر من حيث المعنى ومن حيث العاطفة. في درسنا بإذن الله لهذا اليوم سندرس مقاييس نقد الشعر في نقد الخيال. أهداف هذا الدرس بإذن الله ومخرجات التعلم التي يتوقع بإذن الله أن تتحقق، أن يوضح الطالب مفهوم الخيال في الشعر، ما المقصود بكلمة الخيال، أن يذكر الطالب مقاييس نقد الخيال في الشعر، أن يفرق الطالب بين الصورة الخيالية البسيطة والصورة الخيالية المركبة. ابتداء عرف الخيال، ما تصورك أنت للخيال، ما مفهومك حين يقال كلمة خيال، أمر متخيل، فحاول التقريب المفهوم مما لديك. أرجو تدوين هذه الأسئلة عند الصفحة الجزء الأول من الدرس على الكتاب، أن تدون هذه الأسئلة. نريد أن نطرح مجموعة من الأسئلة حول مقدمة الدرس. أولاً، عرف الخيال، لأن هذه هي الأفكار الرئيسة للصفحة الأولى أو للجزء الأول من الدرس كما سنعرضه. فأولاً دون، عرف الخيال. ثانياً، هل تتأثر كثرة الخيال بنوع النص الأدبي، بجنسه؟ هل هو قصة؟ هل هو قصيدة؟ هل هو رواية؟ هل يتأثر الخيال بجنس النص الأدبي؟ نريد أن نطرح هذا السؤال. أيضا، ما العلاقة بين الخيال والأغراض الشعرية؟ هل الخيال يتأثر بالغرض في المديح، في الفخر، في الغزل، في الرثاء؟ هل الخيال يتأثر بنوع الغرض الشعري؟ ما العلم الذي يعتني بدراسة الخيال؟ ما أهمية الخيال أو ما أثره في النص الأدبي؟ تعرف أنه عنصر من عناصر الشعر، فما هي أهمية حضوره في النص الأدبي؟ هذه الأسئلة هي حول الأفكار الرئيسة لمقدمات الدرس، فأرجو تدوينها ثم قراءة هذا الجزء والإجابة عن الأسئلة. تستطيع أخذ وقتك في قراءة هذا الجزء لتتمكن بنفسك من إيجاد الإجابة حول الأفكار الرئيسة لهذه الأسئلة. أولاً، الخيال هو الملكة الفنية التي تصنع الصورة الأدبية، إذن هو ملكة وصورة، موهبة في صناعة صورة، صورة ذهنية بطبيعة الحال، وهو عنصر أصيل في الأدب كله، حتى أنه هو الذي يفرق بين كتابة علمية وكتابة أدبية. يعني الفارق الأكبر بين الكتابة العلمية والكتابة الأدبية هو حضور الخيال، فهو عنصر أصيل في الأدب كله وفي الشعر بوجه خاص، ولكن أهميته تتفاوت من جنس أدبي إلى آخر. إذن هذه إجابة السؤال الثاني، هذه إجابة السؤال الأول وهذه إجابة السؤال الثاني. فهو في الخطبة والموعظة أقل منه في الشعر الذي يحلق فيه الشاعر في عوالم خيالية بعيدة، وكذلك في القصة التي تستدعي حضور شخصيات واختراعها واختراع حوادث متخيلة كثيرة. إذن هل يتأثر بالجنس الأدبي؟ نعم، الخيال إذن هو الملكة ويتأثر بالجنس الأدبي. لبقي لدينا السؤال الثالث،
أغراض الشعر نفسها تتفاوت فيما بينها في كثرة الخيال أو قلته، فهو يقل في شعر الحكمة، وسيرى أن هذا حكم نسبي بطبيعة الحال يعني، وحكم مبدئي، وإلا في هناك كثير من أشعار الحكمة فيها خيال، بل دعم الخيال الحكمة حضور الخيال كما سبق وقرأنا قبل قليل طبعا، ويكثر في، لكنها مسألة نسبية، يكثر في أغراض الأخرى مثل الشعر الوجداني. ما العلم الذي يدرس الخيال؟ مر بك في الوحدة الأولى في الدراسات البلاغية أن علم البيان هو الذي يدرس الخيال أو يعتني بدراسة الخيال، حيث موضوعاته التشبيه، الاستعارة، الكناية. وسوف ترى أن الخيال الذي نتحدث عنه هنا مبني في كثير من صوره ونماذجه على تلك الموضوعات التي درستها. بقي لدينا ما أهمية الخيال، الجزء الأخير يجل هذا. تتجلى أهمية الخيال حين نرى كيف يبدع الشاعر في تصوير مشاهد مألوفة من حياته إلى آخر هذا الجزء، وقلنا هو الفارق بين الكتابة العلمية والأدبية حين يحضر الخيال. ولذا فإن الشعر الذي يخلو من الخيال يعد شعرا قليل التأثير في النفوس في أحد أراء النقاد، طبعا هو حكم قلنا نسبي ومبدئي، فكلما مضى الشاعر محلقا في الخيال فإنه يحمل معه قارئه إلى آفاق الرحبة من المعاني والصور. ويتجه النقد الأدبي إلى دراسة الخيال من خلال جوانب متعددة كما سنرى منها، وهو من خلال مقياسين. إذن الشعر الذي يعتمد على الخيال يرون أنه هو الشاعر الحقيقي الذي يعتمد على الصورة، يكثر من الصور. أذكر هنا فائدة، أنه مثلا يعتبرون البحتري هو الشاعر لأن الشعر الصورة لديه كثيرة وغزيرة، بينما يقولون البحتري هو الشاعر والمتنبي وأبو تمام حكيمان لأن الصورة لديه أكثر. فالخيال عنصر مهم من عناصر الشعر، حتى أن بقى كثير من النقاد وخاصة النقاد الأوائل يرون أن الصورة هي الشعر. مقاييس نقد الخيال، سنعرف أن الخيال يعتمد على مقياسين: صحة الخيال ونوع الخيال، هل هو خيال بسيط أو خيال مركب، هل الصورة صورة خيالية بسيطة أم صورة خيالية مركبة. نعرض هذا بالتفصيل بإذن الله. قد تتساءل، ما معنى صحة الخيال؟ هل هناك خيال خاطئ؟ هو خيال، فهل هناك في الخيال ما هو صحيح وما هو خاطئ؟ ما المعيار في مقياس الخيال؟ أن يتخيل الشاعر أمرا ثم نقول له لا خيالك خاطئ أو لديك عيب في هذا الخيال. نحن قلنا هناك عيب في العاطفة أحيانا، أنها أمور تلتمس بالوجدان، وهناك عيب في المعنى حين يخالف الحقيقة التاريخية أو الحقيقة اللغوية أو الحقيقة الطبيعية أو العلمية. الخيال هو متخيل أساسا، فما المعيار لقياس الخيال؟ نقرأ هذا الجزء. لتستطيع بنفسك الإجابة عن هذا السؤال، ما المقياس في صحة الخيال؟ المقياس في صحة الخيال مرده إلى الذوق الأدبي، وبخاصة إذا كان الحكم صادرا من ناقد متمكن، يعني مرت عليه نماذج كثيرة من الشعر ويعرف بدقة مثلا هذه الصورة تسلسلها من جيل إلى جيل، كيف بناها الشاعر الأول، لهذا يعيد أخذ هذه الصورة عن فلان عن فلان إلى آخره، قال سبقه إليها شاعر آخر من خبرته النقدية أو الشعرية من مخزونه، يستطيع الحكم على ذلك إلى ذوقه الخاص. ليس الناقد وحده، ولكن القارئ مرهف الشعور والإحساس، فليس كل خيال يمكن أن نسلكه في عداد الصورة الأدبية. هناك خيال علمي وليس خيالا أدبيا، فمتى يكون الخيال أدبيا؟ ممكن أن يكون الخيال أيضا كحلم نائم لا يستند إلى واقع، ما يعد مثلا أوهام، وهناك فرق. ولذا لاحظ النقاد خطأ بشار بن برد حين تخيل للوصل رقابا خيال معتسف أو خيال لم يخدم الغرض الذي يقصده. لاحظ النقاد، نتوقف عند هذا النموذج، عرضوا لكم نموذجا عن الخطأ في الخيال، ليس الخطأ ولكن العيب في صحة هذا الخيال.
قالوا وجدت رقاب الوصل أسياف هجرها وقدت لرجل البين نعلين من خدي. هو يريد وجدت عفوا هو يريد أن يعتني بهذا التركيب المتماثل المتناغم بين الشطر الأول والشطر الثاني. فجذت تقابلها قدت، ورقاب تقابلها رجل، والوصل تقابلها البين، وأسياف ستقابلها نعلين، وهجرها ويقابلها خدي. كان حريصا على هذه الصنعة، أن يكون الشطر الأول بموازاة الشطر الثاني. فجذت بمعنى قطعت رقاب الوصل أسياف هجرها وقدت لرجل البين نعلين من خدي. يقول أنها مشت وكنت طريقها على هذا المشي، أو أنها سارت بنعلين من خدي. وجه له النقاد هذا النقد، أن الخيال هنا معيب أو فيه خلل حين يقول أن البين حتى وإن صوره في صورة الرجل، يعني والعيب فيه أنه لم يتقبل النقاد مثل هذا، وإلا مثل هذه الصور كثيرة في الشعر. ولكن في هنا لماذا يجعل الفراق على صورة الرجل، والرجل الذي يرتدي خد نعلين نعليه هي خد بشار؟ فقالوا هذا الخيال معيب نوعا ما أو غير صحيح. إذن العنصر الأول هو عنصر صحة الخيال، وهذا هو شاهده. العنصر الثاني هو نوع الخيال، هل هو خيال بسيط أم خيال مركب؟ الصورة الخيالية البسيطة سنرى أنها ماذا يقصد بها، ما المقصود بالصورة الخيالية البسيطة؟ وأرجو أن تدون هذا السؤال، ما المقصود بالصورة أو ما المراد بالصورة الخيالية البسيطة؟ جوابها بطبيعة الحال السطر الأول، والمراد بها تلك الصورة الأدبية التي تمثل مشهداً محدداً لموقف من المواقف. هذا جوابها، لأنه سيأتي كسؤال في التدريبات عن ما المقصود بالصورة الخيالية المركبة، أو قارن أو ميز بينه. وكان من أهدافنا بين الصورة الخيالية البسيطة والصورة المركبة، فهذا فرق. أن الصورة الأدبية تمثل مشهداً محدداً لموقف من المواقف، ليس لا يعني أن نوع التشبيه هل هو تشبيه مفرد أو تشبيه تمثيلي، ولكن مشهد واحد. إذن تستشف الآن تعريف الصورة الخيالية المركبة، أنها ستكون عدداً من المشاهد. فإذن الصورة الخيالية البسيطة هي مشهد من المشاهد أو معنى من المعاني يريد الشعر تصويرها. أكثر الخيال الشعري عند العرب من هذا النوع، لأن المركب يكثر في المشاهد التمثيلية أو في الشعر التمثيلي أو المسرحي أو مثل هذا. العرب يميلون إلى هذا لأنهم يفضلون الأبيات الموجزة القصيرة التي تصور شيء قابل للحفظ، لأنهم يعتمدون على الحفظ، وهذا تعليل شخصي يعني. يأتيك أيضا في الكتاب أن أكثر الخيال الشعري عند العرب يميل إلى هذا النوع من الصور، ويرجع ذلك إلى حب العربي للفكرة وحرصه عليها، مما يبعده عن الإغراق في الخيال والمبالغة فيه، وهذا أحد الأسباب. ولما كانت الصورة الخيالية البسيطة تقدم المعنى في وضوح وجلاء، فإننا نرى من البلغاء من يؤثر تقديم فكرة من أفكاره أو رأيا من آرائه، يقدمه في صورة متخيلة لكي يضمن انفعال المتلقي بها، يعني ليست في الشعر وحده، ولكن حتى في النثر، حتى في المثاقفة العادية التي حفظتها كتب الأدب، يفضلون أن يقدموا آراءهم في صور خيالية. بالمثال يتضح، هذا أعطاكم هذا المثال خلاص. هل وأرجو تدوين سؤال هنا، هل الخيال عنصر فقط في الشعر، في الأجناس الأدبية بصفة عامة، في القصة فقط؟ ستجد أن العربي لا، كان يفضل أن يعتمد على الخيال لأنه جزء من بلاغة هذه اللغة العظيمة، اللغة العربية. ولديكم النماذج، عندما سئل أعرابي كيف فلان، فأجاب تركته يقطع نهاره بالمنى ويتوسد ذراع الهم إذا أمسى.
وأعطاكم نماذج لها لبيت المتنبي و لبيت السر الرفاء، فأرجو قراءتها. لأسامة عبد الرحمن وهو أديب سعودي رحمه الله، هذين البيتين يقول فيها الخيال شاهد أيضا أو نموذج على الخيال البسيط، أيضا أرجو قراءتها. يقول: قد أبحرت في جفون الليل قافيتي، والنجم من كل بيت بينها انسكب، وخاضت القفر بعد القفر قافلتي، فما شكت من رحيل في الدجا وصبا. صورة خيالية لليل ونجومه، وهي صورة خيالية بسيطة لأنها تصور مشهدا واحدا. نأتي إلى الجزء الآخر وهو الصور الخيالية المركبة. هي الصورة التي تتكون من مشاهد متعددة، فيكون في الصورة حركة كأنها تشاهد وكأنها تسمع. أعطاك مثالا لمجموعة من المشاهد، هي لهذا أرجو هنا تدوين سؤال: ما المقصود بالصورة الخيالية المركبة؟ أعطاكم مثالا لأبيات أبي تمام بطبيعة الحال في فتح عموريا. يقول: كأنك تسمع هذا المشهد وكأنك تراه، مكون صورة خيالية مركبة مكونة من عدد من الصور أو المشاهد. يقول: لقد تركت أمير المؤمنين بها للنار يوما ذليل الصخر والخشب، غدرت فيهم بهيم الليل وهو ضحى يشله وسطها صبح من اللهب، حتى كأن جلابيب الدجى رغبت عن لونها، أو كأن الشمس لم تغب، ضوء من النار والظلماء عاكفة وظلمة من دخان في ضحى شحب، فالشمس طالعة من ذا وقد أفلت، والشمس واجبة من ذا ولم تجب. يقصد رؤية الحريق، فيقول الليل ذهب وجاء الصباح ولم يغب الليل، والشمس موجودة وهي غير موجودة، صورة مركبة لهذا الحريق الذي عم المدينة بعد فتح عموريا. يعطيكم أيضا نموذجا تستطيع قراءة المشاهد بالتفصيل في الكتاب. يعطيكم أيضا نموذجا لابن خفاجة وهو يصف أحد أنهار الأندلس، وأرجو أيضا قراءته واستشفاف المشاهد التي يصفها ابن خفاجة، فهي صورة خيالية مركبة لمجرى النهر لا تعتمد على مشهد واحد. نماذج أيضا من الصورة الخيالية المركبة، يعطيك بيتا لمجموعة أبيات للبحتري، والبحتري مشهور بوصفه للوصف، مثل ما قلنا هو شاعر خيال، حتى قيل هو الشاعر، له السينية الشهيرة في وصف إيوان كسرى: صنت نفسي عما يدنس نفسي. يصور البحتري مثول وفد الروم بين يدي الخليفة العباسي، فيقول: حضروا السماطة مجموعة من الروم، جاءوا فانبهروا بقوة الجيش الإسلامي وبروعة بناء المسلمين وروعة المجلس، مجلس الخليفة، وحضرت سفرة الطعام. فيصف البحتري هذا، يقول: حضروا السماطة فكلما راموا القرى جالت بأيديهم عقول ذهلوا، تهوي أكفهم إلى أفواههم فتجور عن قصد السبيل وتعدلوا، متحيرون فباهت متعجب، متحيرون فباهت متعجب مما يرى وناظر متأمل. فتخيل الآن على سفرة الخليفة وهم فإذا رفعوا الأكل إلى أفواههم، يقول لا تضيع أيديهم. هل تتخيل هذا المشهد؟ هل تتخيل الحركة من ذهولهم لهذه الضيافة، يعني التي في ضيافة الخليفة؟ أريد أن أشير إلى نقطة طريفة هنا، هل لفتت نظرك كلمة السماط؟ حضروا السماط فكلما راموا القرى. نعم، السماط هو السفرة التي يوضع عليها الطعام، فهي من فصيح العامي. ننتهي بهذا إلى الإلمام بالدرس، أننا أخذنا مقياسين، مقياس للخيال، مقياس صحة الخيال ومقياس نوع الخيال، هل هو بسيط هل هو مركب. أرجو الإجابة عن هذه التدريبات الآن للتحقق من الفهم. هل فهمت هذا الدرس؟ أن تجيب عن هذه الأسئلة: ما أثر الخيال في الشعر وعنصر الخيال يفرق بين النص العلمي والأدبي؟ وضح ذلك. وما مفهوم الصورة الخيالية البسيطة واذكر شاهدا عليها؟
واشرح كيف تتضمن الصورة الخيالية المركبة مشاهد متعددة في إطار صورة واحدة. مع التمثيل لدينا أبيات أبي تمام، ولدينا أبيات ابن خفاجة في وصف النهر، ولدينا أبيات البحتري في وصف ضيوف الخليفة. في الدرس القادم بإذن الله سنأخذ مقاييس نقد العنصر الرابع من عناصر الشعر وهو الأسلوب. حتى حينه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يحفظ وطننا الغالي، ويبارك في علمنا، ويبارك فيكم أيها الجيل الصاعد نشأ هذا الوطن المجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.